السلام عليكم وأسعد الله مساكم. لن تصدق ما وجدته تلميذة مترشحة لشهادة تعليم المتوسطة اليوم الثلاثاء بعد خروجها من مركز الامتحان. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشرت إحدى القنوات الجزائرية الخاصة فيديو أثر في كل من شاهدوه، يظهر امرأة انتظرت ابنتها المترشحة لشهادة تعليم المتوسط وجلست معها في الشارع وتقاسمت معها وجبة الفطور وقامت بدعمها معنويا. وتفاعل ناشط مع الفيديو المتداول وتمنوا النجاح لهذه التلميذة بمعدل جيد حتى تقر عين أمها بها.